منطقة هامة من مناطق القاهرة الإسلامية، حيث يوجد ميدان من أهم ميادين القاهرة والذي يعرف بميدان القلعة أو ميدان صلاح الدين أو ميدان الرماية. أحيط هذا الميدان بعمارة متعددة ما بين مدارس ومساجد، أهمها مدرسة هامة وهي مدرسة السلطان حسن. في الجهة المقابلة منها يوجد مسجد هام وهو مسجد الرفاعي. عمارة المماليك مع عمارة أسرة محمد علي كونت نموذج معماري رائع، إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة العمارة الإسلامية التي لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت في جنبات هذا الميدان لتشتمل على مسجد وهو مسجد المحمودية، أيضا يمثل حقبة زمنية ألا وهي الفترة العثمانية، ثم مدرسة قانباي الرماح أو أمير خور. كل هذا تجمع في ميدان هام تطل عليه عظمة العمارة الإسلامية ممثلة في قلعة الناصر صلاح الدين وما بها من مسجد يعتبر درة عمارة أسرة محمد علي ألا وهو مسجد محمد علي بالقلعة. هذه العمارة تنوعت ما بين عمارة دينية وعمارة مدنية، حيث نجد أن هناك السبيل والكتاب الملحق بمدرسة قانباي الرماح، وأيضا عمارة مدنية ممثلة في منزل الهام يعرف بمنزل علي لبي. هذا المنزل الذي لا يبعد كثيرا عن ميدان الرماية أو ميدان صلاح الدين، هذا المسجد الذي يجسد العمارة المدنية يرجع تاريخه إلى القرن أو أواخر القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي، أسس لأخوين هم عمر الملاطيلي وإبراهيم الملاطيلي. كان لهذه العمارة المدنية دورها البارز، حيث أنها مثلت الحياة الاجتماعية خلال تلك الحقبة الزمنية، حيث نجد أن هذا المنزل يعرف بمنزل علي لبيب. هذا الاسم نسبة إلى الناظر علي لبيب الذي كان مسؤولا عن ذلك المنزل. إضافة إلى ذلك فنجد أن هذا المنزل أيضا عاش فيه الكثير من الفنانين ومن محبي الفن، ولهذا المنزل أهمية. هذه الأهمية ممثلة في الأهمية المعمارية وأيضا الأهمية الاجتماعية، فللمنزل رؤية أو يوضح رؤية خاصة بالحياة خلال تلك الفترة وكيف كانت عمارة تلك الحقبة الزمنية الهامة. هذا المنزل هو يأخذ شكل المنازل الإسلامية المنتشرة في القاهرة، مثل منزل أو بيت الكريتلية، وأيضا قريب من نمطه المعماري من منزل زينب خاتون والهراوي ومنزل أبو الدهب. فالمنازل الإسلامية كانت تمتاز بنسق معماري وتخطيط معماري متشابه إلى حد ما، ممثل في عمارة تحافظ أو تراعي بين جوانبها المراعاة الحياة الاجتماعية والحفاظ على التقاليد والعادات، إضافة إلى توفير أو مراعاة النواحي الصحية. فنجد أن المنزل من الناحية التخطيطية له مدخل، هذا المدخل يعرف بالمدخل المنكسر. هذا المدخل المنكسر هو عبارة عن مدخل الغرض منه حماية من يعيشون في المنزل من نظرات المارة، فدائما لا نجد أن المدخل يطل على صحن المنزل وإنما يطل على جدار مصمت. الغرض من ذلك هو عدم رؤية الشارع أو من في الشارع لمن بداخل المنزل. إضافة إلى ذلك نجد أن هذا المدخل المنكسر كان عنصرا هام في العمارة الحربية، ومن العمارة الحربية انتقل إلى العمارة الإسلامية. لم يكن المدخل المنكسر قاصر وجوده على منطقة الشرق، وإنما وجد في العمارة المدنية أيضا في الغرب الأوروبي. عندما ننظر أيضا إلى هذا المنزل فيوجد به العديد من الصحون أو المساحات المكشوفة
أو ما يعرف بالصحن المكشوف أو المنور السماوي. هذا المنور كان الغرض منه توفير الإضاءة والتهوية الصحية لمن يعيشون بالمنزل. هذا المنزل الذي استخدم في بنائه الحجر الجيري، وهذه المادة هي المتوفرة بكثرة في نطاق المنطقة نظرا لاقتراب أو لقرب هذا المنزل من جبل المقطم. فمن هنا نجد أن الواجهة الرئيسية بها العديد من المشربيات التي تجسد جمال الفنون الإسلامية، لأنها توجد بها زخارف، إما زخارف هندسية أو زخارف كتابية. الناظر علي لبيب ناظر المنزل الذي آلت ملكيته إلى عمر وإبراهيم المناطيلي والاثنين أشقاء. هنتكلم عن المعماري المصري العظيم حسن فتحي، المعماري الذي ولد سنة 1900 وتوفي سنة 1989، عاش 89 سنة، توفي في هذا المنزل بغرفته الشتوية الموجودة في الطابق الثالث من المنزل. المعماري حسن فتحي ليه مؤلفات عديدة، ليه جوائز عديدة، درس في أماكن كتير جدا في جوه مصر وخارج مصر، تخرج من جامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة حاليا. المعماري حسن فتحي حصل على جوائز عدة هي فخر للمصريين جميعهم، أولها وأول جائزة يحصل عليها واحد على مستوى العالم هي جائزة نوبل البديلة اللي هي RLA، دي الجائزة البديلة لجائزة نوبل اللي حصل عليها سنة 1980 وهو عنده 80 سنة. حصل على جوائز من مصر هنا مثل ميدالية وزارة التربية والتعليم، ميدالية هيئة الآثار المصرية، جائزة الرئيس اللي خدها من مؤسسة الأغا خان، جائزة من كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا. بالنسبة للمؤلفات بتاعته، أشهر مؤلف ليه وهو عمارة الفقراء، هو كتاب اسمه عمارة الفقراء بيتكلم فيه عن الريف المصري وعن العمارة اللي أنشأها في مصر، خاصة قرية القرنة بالأقصر، وفي قرية أساسها برضو في مصر اسمها قرية باريس. وكان الراجل ده من التسامح بتاعه والحاجات الجميلة بتاعته هو ان هو كان بيبني للمنازل الفقراء فور فري، ببلاش، ما بياخدش منهم فلوس بل بيعملها على حسابه الشخصي. من مميزات العمارة المهمة اللي تلفت نظر المعماري المهندس وتلفت نظر الأثر المتخصص هو فتحات التهوية الكتيرة جدا اللي كان بيعملها في العمارة بتاعته، بحيث ان حضرتك ما تحتاجش بديل للعمارة، لو ما تحتاجش مروحة، ما تحتاجش تكييف، فتدخل المكان بتاعه تحس ان انت قاعد في مكان مكيف، زي ما احنا واقفين دلوقتي في المقعد الصيفي للمنزل. لو طلعنا الغرفة بتاعت حسن فتحي او المعماري حسن فتحي رحمة الله عليه، فوق في الدور الثالث في حجرتين، الحجرة الصيفية والحجرة الشتوية. الحجرة الصيفية دي كان بيقعد فيها وقت الصيف، فيها الماتيريال بتاعته كلها من اللوحات والأدوات المستخدمة في الهندسة وفي الرسومات موجودة في الغرفة دي، كوبي بيست لانها موجوده في الغرفه الشتويه. يعني هو حاطط المواد دي هنا وهنا في نفس المكان عشان لو تنقل من هنا لهنا ما يشيلش الحاجه بتاعته معاه لتسهيل عمليه العمل بتاعه اثناء شغله. الغرفه او الحجره الصيفيه دي موجود فيها السرير بتاعه، كان المعمار حسن فتحي بيستغل كل نقطه في المكان اللي موجود فيه السرير بتاعه. لو حضرتك فتحته من تحت هتلاقي فيه دراج، فكان بيستغل النقطه دي اللي هي استخدمت في العصر الحديث دلوقتي، يعمل سرير اطفاله تحتيه درج يشيل فيه الحاجات بتاعته. كان بيحب القطط جدا، كان في رفق بالحيوان ليه، حتى في صوره مجمعه ليه مع القطط وهم حواليه تقريبا 10 قطط حواليه وهو باكلهم في ايده، وفي مجسمات للقطط موجوده معاه في الحجره الشتويه خاصه عن الصيفيه. الحجره الشتويه في مكان المدفأه الذي توفي بجواره المعمار حسن فتحي، مكتوب صعدت روح المعماري حسن فتحي إلى آخره في هذا المكان. في منزل علي لبيب أو بيت المعمار. الموقع، بيقع منزل علي لبيب أو بيت المعمار أمام بوابة درب اللبانة، وتحديدا أمام تكية تقي الدين البسطامي. بيطل هذا المنزل على ميدان القلعة ثم جامع الرفاعي ثم السلطان حسن، ومن يصعد فوق أعلى هذا المنزل يشاهد بانوراما أثرية حضارية وثائقية تشهد هذه الآثار على العمارة الإسلامية وعلى الفنان المسلم الذي صدر العمارة والآثار لجميع أنحاء العالم الإسلامي وخاصة في العصر المملوكي. بالنسبة
لمنزل علي لبيب التاريخ القرن 12 الميلادي 18 الهجري، وينسب هذا المنزل إلى آخر من سكنه وهو الفنان علي لبيب. بنجد أن هذا المنزل مقسم إلى مجموعة من الحجرات الكثيرة، وهذه الحجرات الكثيرة استخدمت في الفنون وفي إظهار الفنون وروائع العمارة الإسلامية بصورة وثائقية، من ماكتات ومن تخطيطات ومن نماذج أثرية معروضة في هذه القاعات. بالنسبة للقاعة التي نحن بها الآن، تحتوي هذه القاعة على مجموعة من الصور والماكتات الهامة. بتحتوي هذه القاعة على نماذج من العمارة الإسلامية، نماذج من العمارة الإسلامية من مساجد، كل ما يمت إلى العمارة الإسلامية بنجد لها صور في هذه القاعات، وهي الناحية الجنوبية الشرقية، ثم الناحية المقابلة لها نماذج من العمارة المسيحية في القاهرة، حيث بنجد صور للكنيسة المعلقة، بنجد صور لكنيسة الأنبا تكلى بأشمون محافظة المنوفية. بالنسبة لهذا المنزل، بيعتبر وثيقة هامة للآثار الإسلامية ومتحف مفتوح. بندعو المشاهدين إلى زيارة هذا المكان، فهو يرسخ قيم العمارة والفنون الإسلامية في أذهان الطلاب من كليات الآثار، من كليات الفنون، من كليات الهندسة والعمارة. أدعو من يشاهد هذا البرنامج إلى زيارة هذا المكان. وهذا المكان في حوزة وزارة السياحة والآثار الآن، وذلك بعد ترميمه، حيث رمم هذا المكان وفتح سنة 2016 ميلادية، ورممه المجلس الأعلى للآثار، وفتحه للجمهور في هذا التاريخ. هو الذي يصعد إلى الطابق الثاني فوق الأرض، فوق الطابق الذي نحن بصدد الكلام عنه الآن، بيجد هذا الطابق يحتوي على صور وماكتات الفنان حسن فتحي، وهو الذي ابتكر في مصر عمارة الفقراء. المنزل افتتح سنة 2016 ميلادية، حيث أن قطاع التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة يقوم بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بعمل اللقاءات الفنية والثقافية في هذا المنزل تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، ببرنامج يكون معدا قبل ذلك. بالنسبة لمنزل علي لبيب، بيعتبر متحف مفتوح. أدعو جميع من يشاهد هذا البرنامج إلى زيارته، فهو يرسخ قيم العمارة والجمال من الفنون والعمارة في أذهان جميع الطلاب وفي المهتمين بالآثار والحضارة الإسلامية.